السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الشيخ النادي الأهلي بعد ما أعلن إن هو مش مكمل معاه، والنادي الأهلي كان بيفكر يطلع اللاعب إعارة، فاللاعب ما وافقش إنه يطلع إعارة لحد وقال أمشي نهائي، فالنادي الأهلي إداله الاستغناء وقال له شوف مصلحتك أو شوف أنت هتروح فين براحتك، والموضوع يرجع للاعب، واللاعب له الأحقية إنه يروح أي حد. شفنا تفاوضات وشفنا كلام وشفنا إعلان رسمي إن اللاعب انتقل لنادي الزمالك، ونفاجئ بان نادي الزمالك بيرجع في الصفقه ويقولوا مبادئ النادي. بعد كده بنرجع نلاقي قبل غلق القضم بثواني او بلحظات يتم الاعلان عن انضمام احمد الشيخ الى نادي بيراميدز 3 سنين. قيمه العقد والمفكه والسبايك اللي هياخده احمد ملناش دعوه بيه دلوقتي، لكن بنتكلم عن الصفقه وقيمتها لنادي بيراميدز. بيراميدز ليه عامل صفقه احمد الشيخ؟ احمد الشيخ لاعب زي ما احنا عارفين بيلعب وينجر، بيلعب على النادي اليمين. مين عند بيراميدز بيلعب في الناحية اليمين؟ إبراهيم حسن اللي توقف بسبب المنشطات من الاتحاد الأفريقي. طب دلوقتي بيراميدز محتاج لاعب مكان إبراهيم حسن، فجينا الزمالك كان مخلص مع أحمد الشيخ، أحمد الشيخ خلاص رايح الزمالك، الزمالك راجع في كلامه لأن مفيش فلوس. سيبك من مبادئ النادي، كده كده الزمالك ما يعملش ولا صفقة لأن مفيش فلوس، لا مبادئ ولا غيرهم، هم أصلا لا يعرفوا حاجة عن المبادئ ولا نيل. لكن أحمد الشيخ في الوقت ده اصبح هو الحل الوحيد اللي امام نادي بيراميدز ان يجيب لاعب وينجر في الوقت ده ببلاش، لاعب وينجر هناخده ببلاش مكان ابراهيم حسن اللي موقوف بسبب نشاط. انا بنحل مشكله ابراهيم حسن ويبقى جبنا لاعب وينجر الناحيه اليمين. يبقى بالصلاه على النبي كده نقول بقى بعد انضمام احمد الشيخ لنادي بيراميدز، بيراميدز بقى فيه السنه دي 5 جايين من النادي الاهلي او 4 جايين من النادي الاهلي، هم احمد الشيخ، رمضان صبحي، شريف إكرامي، وأحمد فتحي. جبهة يمنى هيبقى فيها أحمد الشيخ وأحمد فتحي، وجبهة يسرى هيبقى فيها أحمد حمدي ورمضان صبحي. في قلب الملعب عبد الله السعيد وجون أنطوي في الأمام، وشريف إكرامي مش هيقف جول لأنه مش هيلعب على حد من اللي موجودين في نادي بيراميدز. لكن العناصر اللي قلت عليها دي عايزين بقى نقول تقييم للعناصر اللي جابها بيراميدز السنة دي في سوق الانتقالات ده. بيراميدز جاب صفقات السنة دي أحمد الشيخ، رمضان صبحي، أحمد فتحي، شريف إكرامي، وكمان كريم الطيب، وطلعوا إعارة اللي هو كان بيلعب في أسوان، وطلعوا إعارة الوادي دجلة. بس هي دي كانت صفقات وأحمد سامي مساك. تقييما كده للصفقات دي كلها واللي كان في احتياجه، هما كانوا في احتياج لاعب خبرة في الجبهة اليمين، مع إن كان عندهم رجب بكار، راجل عنده كام 30 سنة 31 سنة، فمشوا مشى راح سيراميكا وجابوا أحمد فتحي لاعب خبرة في الجبهة اليمين عشان يحمس الفرقة. محتاجين برضه لاعب خبرة في حراسة المرمى، فجابوا شريف إكرامي لاعب خبرة في حراسة المرمى. نعم مش هيلعب على حد إلا لو اشتغلوا بنظام التدوير، فهيلعب شريف إكرامي، إنما لو مفيش تدوير وفي حارس أساسي وحارس تاني وحارس تالت، فأعتقد إن شريف إكرامي هيبقى التاني هيبقى التالت. إنما صفقة بتاعت رمضان صبحي صفقة مهمة جدا للنادي ده، وهتبقى مفيدة وهنشوف مدى تأثيره في الفترة اللي جاية، لأن رمضان طبعا لاعب كبير، واللي يقول كده يبقى منافق. رمضان لاعب كبير ولاعب له مستقبل كبير، وكنا نتمنى إن هو يبقى بره ما يبقاش في مصر عشان ما يخسرش جمهور النادي الأهلي اللي أنا واحد منهم. وطبعا حاليا رمضان عندي ولا أي شيء، يعني خسر جمهور النادي الأهلي كله، فعشان برضه ما نقولش ان رمضان كان في الفاضي ورمضان تعبان ورمضان صفقه وي وي والكلام ده كله، لكن رمضان لاعب كويس ولاعب محترم. رمضان هيبقى مكسب لهم، مكسب لهم، لكن مش هيبقى اعلى من ناس كانت موجوده في الفرقه دي في المكان ده، يعني مش هيبقى اعلى من كينو مثلا، لكن هو صفقه لها قيمه. دي كانت اغلب صفقات بيراميدز تقييمنا لها. طيب تقييم ان الفريق جاب 90% من احتياجاته وقدر يسد الخانات اللي عنده، وقدر ان هو يجمع فريق وتشكيله محترمه. دفاع بيدعم دفاعه، بيمشي محمد عطو ويجيب احمد سامي من افضل مدافعين مصر احمد سامي. بيمشي حارس احمد دعدور ويجيب شريف اكرامي مكانه حارس خبره. بيمشي مثلا احمد بيجيب كريم الطيب وبعد كده بيمشيه عاره، يعني في اضيق الحدود، لكن 90% من احتياجات الفريق جابها، و كمل العناصر الاماكن اللي هي ما كانتش اصلا فاضيه عنده، كان موجود فيها عناصر لكن كان بيدور على عنصر الخبره شويه عشان يقدروا ينافسوا على الدوري السنه الجايه. طيب بيراميدز هيقدر ينافس على الدوري؟ بيراميدز هيقدر ينافس على الدوري، هو منافس قوي على الدوري من ساعه ما صعد، نفس السنه اللي فاتت خد الثالث، ونفس السنه اللي قبلها خد برضه الثالث، لكن السنه دي هينافس برضه هياخد الثالث.
اهو اهلي زمالك بيراميدز، ملهاش معنى وملهاش تفسير وملهاش اصلا طريق غير كده. لكن بعد اللي حصل في نادي الزمالك السنه دي، وممكن بعد ما الزمالك ما دعمش صفوفه ومشى كمان لعيبه ومشى احمد رفعت ومشى عنتر ومشى جاسونج ومشى الناس دي كلها، فالزمالك ممكن ما يكونش في احسن حالاته السنه دي، وبعد رحيل مرتضى والتخبط الاداري موجود ومفيش صفقات ومفيش فلوس واقتراب رحيل بعض العناصر القويه اللي لو ما خدتش فلوسها هتمشي، فنادي الزمالك ممكن يفرط في المركز ده لصالح بيراميدز اللي جاهز ومستعد وعدد العدة ان هو ينقض على المركز الثاني، ولو سمحت له الفرصة ينقض على المركز الاول مش مشكلة برضه، لكن مش هيشوفها طول ما الاهلي والزمالك موجودين، فالموضوع صعب جدا على نادي بيراميدز. عشان تكسب دوري ممتاز مش لازم تكسب الاهلي والزمالك بس، الدوري الممتاز في مصر عشان تكسب الدوري لازم تكسب الاهلي والزمالك والفرق الصغيرة كلها، انما هتكسب اهلي وزمالك فرضنا يعني لو كسبت اهلي وزمالك مع انك ما كسبتش الاهلي السنه دي في الدوري ولا كسبت الزمالك في الدوري، لكن تكسب اهلي وزمالك في الدوري وتكسب بقيه الفرق الصغيره يبقى انت فريق هتاخد الدوري، انما تلعب ماتشات كبيره قدام الاهلي والزمالك وتيجي قدام الفرق الصغيره تلعب ماتشات اقل من المستوى وبتخسر نقط كتير تحت مش هتشوف الدوري، فده اللي بيفرق بينك وبين الاهلي. جبت عناصر خبره، جبت عناصر متطوره، جبت عناصر محترفين، جبت زي ما جبت هيفضل مكانك برضه معروف تالت والموضوع مش هيطول. كانت حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.